السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية حابة أواسي الشعب السوداني على الكارثة اللي حصلت، وإن شاء الله الوضع يستقر والناس تكون آمنة وسالمة. الليلة موضوعي موضوع مهم جدا، وهو الحقيقة في سياق الكارثة اللي حصلت. اليوم 16 من سبتمبر هو اليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون. هتقول لي العلاقة شنو بين طبقة الأوزون وارتفاع منسوب مياه النيل اللي حصل؟ هقول لك العلاقة جدا وثيقة. اليوم العالمي لطبقة الأوزون هو اليوم اللي وقعت فيه أكثر من 190 دولة على بروتوكول مونتريال سنة 1987. بموجب هذا الاتفاق تحاول كل دولة إن هي تقلل من استخدامها أو استهلاكها للمواد الضارة اللي بتأذي طبقة الأوزون. عام 2000 التلوث وصل مرحلة الذروة، فلجأت الكثير من الدول إن هي تقلل من سياسة استهلاك المواد الضارة، وفعلا نجحت بمعدل 5%. بس في عام 2012 تم التخلص بمقدار 98% من الغازات الضارة اللي بتخلفها المنتجات الزراعية أو الصناعية أو السلع الاستهلاكية. طبقة الأوزون هي الطبقة اللي تحيط أو تغلف غلافنا الجوي، تحتوي على غاز اسمه غاز الأوزون. وظيفة غاز الأوزون إنه يحمينا من 99% من الأشعة الضارة أو الأشعة الفوق بنفسجية اللي هي ممكن تأثر علينا بشكل سلبي جدا. لو لاحظنا زمان ما كان أجدادنا بيشتكوا من أمراض معينة أو نسميها أمراض العصر، يعني الناس الآن بتشتكي منها، وأمراض غريبة بدأت تظهر، واحدة من أسباب ظهورها اللي حاصل في طبقة الأوزون. سنة 1985 اكتشفنا إنه طبقة الأوزون بتقل بمقدار 1%، وبالمقابل تدخل الأشعة الضارة بمقدار 2%. السبب الرئيسي في كده هو استخدام المواد السامة أو الضارة، وأهمها مادة الكلوروفلور كربونات، وفي بعض المنتجات كمان تدخل فيها المادة دي، تدخل في تصنيع الثلاجات، في مواد إطفاء الحرائق، أيضا في بعض المبيدات الحشرية. طبعا المادة دي ضررة كبير جدا، بحيث أنه ذرة واحدة بس من مادة الكلوروفلور كربونات ممكن تقتل 100,000 جزيء أوزون. طبعا دول كثيرة زي السويد وأمريكا وكندا بدأت في تقليل معدلات استهلاك المواد الضارة اللي ممكن تحدث انبعاثات سلبية تؤثر على طبقة الأوزون. طبعا ما ننسى حاجة مهمة شديد، الحروب بتأثر بشكل كبير جدا، استخدام الذخيرة والأسلحة دي كلها حاجات ضارة بترسب في الأرض بتأثر على طبقة الأوزون. طيب الحاجة اللي حصلت في السودان وللأسف حتحصل كمان لدول تانية بحسب تقديرات العلماء، وفي دول تانية ممكن تختفي. فاللي حصل حرفيا دخول الأشعة الضارة دي على كوكب الأرض اللي بتعمل على إذابة الجليد في القطبين الشمالي والجنوبي، بالتالي الذوبان ده بيأثر على ارتفاع منسوب المياه ومحيطات الأنهار، فبتحصل الفيضانات وبتحصل الكوارث البيئية اللي نحنا شهدنا واحدة منها. نلاحظ كمان الحرائق اللي شفناها في أكثر من دولة، كلها دي تغيرات سلبية للمناخ بسبب المواد الضارة اللي احنا استهلكناها سابقا وما قدرنا نطلعها لان هي اوريدي اتخزنت. طبعا زي ما قلنا في دول كثيرة حاولت ان هي تلجأ للطرق البديلة، الطرق الصحية او المنتجات الصحية او الاورجانيك اكتر، عشان تقلل من استهلاك مادة الكربون واثرها السلبي. واحدة من الدول ايضا خطت خطوات سريعة اللي هي كوستاريكا، قدمت حلول حيوية ناجحة لازالة مادة الكربون من اقتصادها بحلول عام 2050، فاستخلصت 98% من الكهرباء من مصادر الطاقة الحيوية المتجددة. حماية الكوكب اللي احنا عايشين فيه والمحافظة على نظافته من التلوث دي مسؤولية كل واحد فينا، عشان ما تحصل كوارث بيئية ونكون احنا السبب فيها. فمسؤولية الكوكب ده مسؤوليتك انت وانا وكلنا. فأبسط حاجة انت ممكن تعملها، فلو اشتريت اي منتج ولاحظت وجود المادة السامة دي اللي هي مادة الكلورفلور كربونات، فتجنب انك تشتري المنتج. كده انت بتكون بتقدم اسهام في محافظتك على البيئة. كان ده كل شيء لليوم، دمتم سالمين.